الله لا يوفق ابليسك يا كلب، والله شكلي بنحش الربع. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم احمد، ورجعت لكم بلعبه ذا فورست، لعبه النجاه في الغابه. اللعبه هذه مره حلوه صراحه، ومغامراتها مره ممتعه، وفيها كميه رعب ما تتصور. اللي لعبناه في الحلقات اللي راحت، او السلسله هي نفسها اللي بديناها يعني قبل فتره، كانت مجرد ان نمشي في الغابه ونكسر خشب ونحاول نبني البيت. كنت اتعلم انا يعني، فما في شيء تقريبا سويناه الا تقريبا اخر اربع حلقات او ثلاث حلقات، هي اللي احس اني سويت فيها شيء. اللعبه قصتها مره حلوة، ما ابغى اختمها لحالنا يعني، لو ارجع اكمل الحين قليل بس اللي بيكملون معاي. فبما ان جو مشتركين جدد في القناه، قلت خلني اعيدها ونستمتع كلنا مع بعض عشان نصير نوع بينها وبين ارك. ما راح اسحب على ارك، مستحيل اسحب عليها. بنلعب ذا فورست بعدين ارك، يوم كذا ويوم كذا، الا في حالات يعني اذا احتاجنا نلعب ارك ورا بعض مثلا راح نلعبها في حاله حرب ولا اي شيء، اذا لا بنكمل هذه يوم وهذه يوم زي كذا. فاتمنى لكم مشاهده ممتعه، لا تنسوا زر اللايك وخلونا نبدا. بسم الله نبدأ. طبعا قصة اللعبة هذه عبارة عن أب وولدة كانوا مسافرين، وكانوا في طيارة طبعا، وكان في ركاب في الطيارة معنا، ولا خلنا نشوف أحسن. هذا ولدي طبعا تيمي، عند الكتاب هذا حق السيرفايفل، كتاب السيرفايفل البيسك وتعليمات كيف يعني تنجو في الحياة إذا صار عليك شيء ولا شيء. هذه تقول اقعدوا في مقاعدكم، قاعد يصير عندنا حالة طارئة وما أدري إيش. طبعا هذا لك الحقي، ما أدري ليش قاعد تفرج فيه. بدأ الأكشن، يا للهول يا رباه، سقط الطيارة. طبعا تشوفون الزومبي هذا او الكانيبلز، خلنا نسميهم كانيبلز، هم اكلين لحوم البشر في اللعبة هذه، جو واختطفوا ولدي تيمي. انا الحين صحيت في الصباح والوضع مزري، جوعان والحمد لله اني نجوت يعني، والناس ركاب الطيارة ميتين وشيت يا رجال، ولدي مفقود يعني ما ادري ايش اسوي. فايش اسوي؟ ابدا اكل، ما ادري ايش اسوي. ايه بس انه طيب ايش اسوي وانا ما ادري؟ اروح اكل لاني جوعان يعني، فلازم اقوي نفسي اول. ويقول لي نيو ايتم مدري ايش. اللعبه مره حلوه يا عيال، مره حلوه. في الورقه هذه اللي وراء يقول لي جيبها خلينا نشوف. طبعا هذه الشنطه حقتي، تمام. افرش سفره كذا واقعد احط فيها الاغراض، وهنا على المربع ذا اللي في النص اسوي اركب الاشياء اللي اصنعها. فهذا كحول، وهذه مشروبات غازيه، وهذه الولاعه حقتي. عندي راديو هنا واكي توكي، تصدقون توني الاحظ ان هذا عندي. المهم ترى عندي من البدايه. عندي الورقه هذه، خلنا اوريكم اياها. هذه فيها ركاب الطائره زي ما تشوفون، 43 راكب. فأنا ببحث عنهم ركاب الطائرة هذول عشان نشوف هل هم أحياء أم أموات. فلوتنا شوي كذا، أخذنا أكل، أخذنا حبوب، صار وضع عندنا تمام. دائما اللعبة دي تقدر تلوت فيها يعني تاكل وكذا. شوف المنظر اللي قدامنا، الطيارة طايحة. طبعا هذا جزء من الطيارة، في المضيفة هذه هنا ميتة، أعطينا الفأس هذا، ما أدري من اللي صفقها بالفأس، قتلوها الكانيبلز الظاهر ولا شيء. أوكي بسم الله نطلع يا إخوان. في هذا الفطر ما ادري وشو. شكله سام اللي اكلته. اوكي المهم فكذا اللعبه خلاص تطلع. طبعا الطياره ما طاحت الا هنا عند بيت كانيبلز. طبعا هذه البيوت حقت كانيبلز، خليني اوريكم. شوف عندك هذا العلامات حقتهم، معناتهم هنا في المنطقه دي. شوف العلامات وش هي، راس بني ادم، كسر امها على طول انت، لا تقعد تطالع فيها كذا لانك ضد الاشياء هذه. ايش تسوي؟ اوه ايش هذه؟ اول مره اشوف الحاجات ذي، تصدقون هناك. طبعا تاخذ الراجز والصخور لان كلها بتفيدنا هذه بعدين. اوكي بدات الشمس تغرب من سوء حظي، طبعا توني انا تمام ما سويت شيء يعني، لكن الشمس قاعده تغرب وحنا نحتاج ان ننام في بيت اذا غربت الشمس، لان نحتاج بيت يعني ننام فيه في الليل. مره ما ينفع انك تطلع في اللعبه هذه، الليل اخوف شيء في اللعبه، الليل والكهوف رعب يا رجل. لكن الكهوف تتميز ان فيها اشياء يعني، فيها لوت واشياء حلوه. طبعا الشنطه هذه فيها لوت برضه، او خلنا نقول الكهوف فيها الحبل حق القصه، حبال القصه وكذا، فلازم تمر على الكهوف شيء اساسي يعني. المهم خلنا نلوت كذا بس، ناخذ البيسكس اشياء عشان ما نتوهق اذا جينا نصنع شيء. وخلنا الحين نختار المكان. طبعا الحلقه السلسله اللي كنت مسويها انا سكننا كذا عند جبل او عند شلال، تصدقون ظاهر ان هناك قدام. فانا حاليا بسكن في مكان غير كذا، بشوف لي مكان ما ادري وين، بشوف لي مكان كويس عنده مياه جاريه وما يكون معلق كذا في جبل نكبة. بنشوف المكان ان شاء الله كويس. طبعا هذه بيوت الكانيبلز زي ما تشوفون يا اخوان، كسر هذه على طول. ستيكس بتفيدنا تصنع فيها اشياء. البيوت حقتهم
دائما يكون فيها لوت كويس. اوكي تلاحظون اني ما عاد اقدر اخذ ستيكس. في حركه تجي هنا احلى شيء علمتوني اياه طبعا اللي معي من اول علموني الشباب، ان تقدر تصنع ستيك باك، بس يعني ما اتوقع انها من هذا الشيء. اي اقدر اصنع بعد رمح. كيف اصنع الرمح نسيت؟ سبير. عصاتين اوكي كومباين حلو. هذا الحين اقدر استخدمه ك شوف كيف عصا يدويه، اقدر اقتل فيه الطيور هذه. تعال تيا كمان كمان بوبي كمان، تطالعون فيني وانتو موت. هذا لحم يا عيال، لازم السرفايفل تحتاج لك لحوم، تتعلم كيف تصيد المخلوقات الطائرة. هذا اللي يبغين يصيده. يلا تاخذ الريش حقهم، طبعا بيفيدك في اشياء. في حبال هذه لازم نجمعها، مهمة الحبال هذه. كرة بيسبول ما ادري، تنس ما ادري ايش فائدتها. قطة هناك. شوف هذه كذا علامات مليانة جماجم، كسر امها انت لا تخليها. شوف رجل ما ادري ليه رجل يعني. اوكي الحين نحتاج لنا جلد احد المخلوقات عشان نصنع الباق او كيس نحط فيه الاسهم ستيكس العصي. فخلنا نشوف لنا كذا ارنب ولا شيء عشان ناخذ الجلد حقه، او حتى لو السحليه ذي. تعال 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 موت. نايس. يعني ما ادري جلدها يحسب ولا لا. اي طبعا جلدها سكنات وكذا. مره حلوه اللعبه عيال، كل ما اتذكر حاجه كيف اتحمس صراحه. لا ما ينفع الجلد حق هذه، لازم جلد ارنب. خلني ادور لي مكان كويس عشان يعني حتى نكون قريبين منه ونلوت عنده. تلاحظون هناك اول كانبلز نشوفهم. خلنا نروح اتفاهم معهم، طبعا انا لاني صرت محترف كذا. ولا اصبر قلتوا لي الشنطه راح ياخذك يا كلب. ايش فيه؟ ايش مشكله انت؟ فواحد هناك فواحد هنا. طبعا اقدر اخذ الفاس واسطره. الفاس بالله. تعال انا اعلمك، بس نسيت شكلك، نسيت ايام التسطير. تعال بلع. لازم تصفق يا عيال سريع. طبعا هذا احد اكلي لحوم البشر، طيحه كذا واعطى اعدام شنب. من اللي هناك؟ اخويا زعلانين. ايش فيك زعلان عشان اخويك؟ انا ما اتوقع ان في شيء يضحك. كنا بلا بلا موت حيوان. طبعا هذول بنحرقهم وناخذ عظامهم لانه يفيدنا في اشياء نصنع دروع وكذا. اخوياكم راحوا؟ اوكي خلنا نولع لنا شعله كويب ولايت شنب. نحتاج العظام زي ما قلت لكم نصنع دروع ارمر تحمينا، تحمينا من الضربات وكذا، مرة كويسة. يا الحبيب ايش ما تشوف النار انت يا؟ حرك يلا. اوكي الليل بدا يجي، انا بديت اخاف صراحة لان الليل مخيف. احنا تونا ما سوينا شيء. بالله انك تصبر شوي الشمس اقعد. ها نايس، هذه العظام زي ما شفتوا مفيدة جدا. واللي هنا وينه؟ اوكي الحين نجي هنا نصنع ارمر. اوه يبغى لها راجز، يبغى لها جلود من الجلود الحيوانات، لازم ارنب يا الربع. خلنا نكمل نبحث عن البيت او موقع كذا كويس. انا في موقع كذا ابغاه عند شلال او عند مويه ونحوط عليه بالاخشاب وكذا ونسكن عنده. هلا والله تعال تعال سحريه. طبعا تعطينا ستيلث اللي هو تخفي، درع تخفي كذا نتخفى من الكانيبلز. وش الورود هذه الحمراء اول مره اشوفها؟ اوكي اصوات الرياح مخيفه مره الصراحه، وما تدري يا رجل وين رايح. الله يقلع شكلك انت وياه. صوت خفيفيش. طبعا هذا مدخل كهف. شوف سجل يا مدير. ما سجل. المهم موقع الكهف هذا، ندخل الكهف بعدين مو الحين، بندخل عما قريب يعني لكن ليس الان. خلنا نكمل الحين. طبعا هذه تعطينا ستيكس برضو. انا عندي فول الظاهر، لا ما راح ناكل شيء. اوكي وصلنا موقع هنا كما ترون ايها الاخوة، حق كانيبلز. هذا بيتهم الزبدة. بيوتهم مفيدة الصراحة بس انها مخيفة برضو، فلازم تنتبه. عادي اقدر اقتلهم، انا يعني صرت اعرف اقتلهم. اول كنت نوب كنت خاف. شوف ياخذون الشنط حقت الناس حقت الركاب، بعد هم ينبسطون اذا طاح الطيارة عندهم. شوف ملابس، ما نبغى ملابس. راكز وشوكولاتة يعطيكم العافية. الشكاليت نحتاجها في الاكل وكذا. هذه الديناميت ولا فليرز وينها؟ اوه يقول لي حط هنا، قد علمتوني قلتوا لي انه اذا في علامة زي هذه حط ديناميت يفجر الصخور، معناته في شيء داخل. يا الهي ما هذا؟ واحد ميت هنا. ولا هذا بعد كنا معفنه جثته يعني لفتره، حتى وانا طاحت طيارتنا. تعال تعال كم هير بوبي كمان كمان. نايس خلاص مات مات. شلتنا يا شيخ. ما ادري وراه الارنب، بس خلنا نلوت القريه ذي او البيت هذا. قريه خلنا نقول قريه. طبعا شوف عندهم راكز وعندهم الحبال هذه مره مفيده. شنط تحصل فيها اشياء، بس اللي يقهر اني اوه لحم، نسيت اخذ اللحم. تروفي ما يحتاج، تروفي اللي هو راس الفريسه اللي قتلتها انت. اوه في قدر هنا نايس. هذا وش هو؟ شخص ميت ولا حجاره؟
في اشخاص ميتين يا رجل، واخر الذبان ذي. اوف يا الهي، والله مجرمين هذول كانيبولز. يعني تشويه يا اخي كله على الاقل. نايس، اخذنا بطاريات وراكس، بتفيدنا البطاريات في كشاف نلقاها بعدين. الساعه هذه نصنع فيها متفجرات، فشيء جميل. لحظه، وين تطلعني فوق؟ لا انزل، احسب حبل باخذه شيء. مزيد من الراكس، ضروري الراكس اللي نحتاجها. ها وش في هذيك اللي سوت كذا؟ مام في الشمس كذا غربت فجأة يا اخوان، الوضع مزري صراحة. ما يمديها ارنب الحين، فهذه البحيرة اقدر اشرب منها صح؟ نايس، اقدر اشرب مع اني ماني بعطشان، يعني دمشت نفسي على الفاضي. بديت اخاف، انا لازم احتاج مكان السريع. خلنا نشوف، نكمل قدام سيدة. هذه البحيرة حلو، بس في عندنا بيت المبزر هذول. هاي الله يقلعهم يا شيخ، اقسم بالله كل شيء وقف شعري من الاصوات المريبة هذه. الغابات مخيفة لان ايش، ما يمديك تشوفهم وهم يمشون كذا بين الاشجار. انت تتوهم كذا، تقول في احد هنا، كاني شفت واحد، فما تدري الا هم قربوا منك، يخططون لك كذا. حتى ما يجونك واحد واحد، لا، ولا يجيك سيدة على وجهك يحوط لك يا شيخ. اوكي، وصلنا عند شاطئ هنا. القارب هذا اتذكر ان قلتولي ان في قارب فيه اغراض، فما قدر احنا شيكنا القارب. خلنا نشوف القرش هذا، شو وضعه؟ شو وضعك؟ لحم شيء تعطينا؟ وش موت القرش اصلا؟ مش الله، شوف كيف مقطوع راسه يا رجل، مقطع راسك انت. اوكي، شكلي بقضي الليله هذه في القارب ذا، لانهم ما يقدروا يسبحون، فبتكون ليله جميله في الشاطئ. المشكله تيمي المسكين للحين ما ندري وينه، فلازم نبحث عنه. وش ذا القبر؟ مسجل وصور كاسيت. وات از ذس؟ صوره قارب. يا ابن الناس، اكسكيوز مي، ايش رايك انا اروح القارب وانت تروح بيتكم؟ طبعا هم ينشطون في الليل، يصيرون اقوى ويشوفون انفسهم عليك، فانت لازم ما تعطيهم فرصه وتثبت لهم انك انت البوس هنا. تعال، انا البوس، ما تدري؟ اسكت اسكت اسكت، تدري ان انا البوس. اوكي، اح يدك، ما ادري ايش تشوفون، ان شاء الله تشوفون. طبعا اقدر اولع الولاعه. اوكي، عشان نشوف بس. لو اوتش اوتش، راح ياخذك انت وياه. تعال يا كلب، خليه يضرب بس. يا الله، لا احد يقتلني، لا احد يقتلني، لا احد يقتلني. وخر، ما تسمحون انتم، اصبر بالله، هجيك الحين. ما اقدر افتح الشنطه طبعا للاسف. وخر، يقلع اشكالهم شيخ. وين القارب؟ نحش القارب بس، الوضع مزري. نحشنا القارب يا شيخ. اوكي، رفعت بقدر المستطاع، وبرضه بعدل في المونتاج ان شاء الله تطلع واضحه. الزبده، ندخل الكهف هذا. الكهف، هلا والله بالمجله، مجله القارب الجديد. وخر بس. اوكي، في ناس سووا لهم بارتي هنا. طبعا انا ما قد جيت القارب ذا، فهذه اول مره لي. ميسنج، منو المفقود؟ حاطين صورته على اللبن. سلامات، شو الوجه ذا؟ او ماي جاد، هذا اكلوا الزبده. لكم في كانبلز هنا. اخذنا كاسيت، وفي هنا اشياء حقت غوص. اوف، شو صوره الوحش هذا؟ عرفتوه يا عيال؟ ابو اربع رجول. ايش اسمه هو؟ نسيت اسمه والله. الام. عطنا بعد في صوره هنا، هذه ما هي واضحه شوي. اوكي، قفل. هذه يبغى لها بطاقه ولا ايش؟ هذا مقفل المكان، شكله يبغى لها بطاقه. شباب بالله، بدون حرقه، اكيد اني ابغى البطاقه. هذا كي كارد ولا شيء، فبنجيبها بعدين. لا حد يعلمني ايش اللي داخل هنا. اقدر انام واقدر اسيف، والله فكره طيبه اني جيت القارب هذا. حلو، اجل خلنا ننام، خلنا نسيف، بس يبغى لنا ناكل حبه بس. طبعا هذه علاجات كل واحده. اوكي، خلنا ننام. 5 ستار هوتيل اتشيفمنت، اول مره انام في المكان هذا. طبعا هلا والله بالصباح، هلا والله بالشروق. وينهم هذول المبزر كان هايطون علي؟ طبعا القارب هذا زي ما قلنا فيه بطاقة، نجيه بعدين. مشكلة ما في ماب في اللعبة، بس انه سهل اتوقع المكان. ندور كذا على البحر لين نلقى قارب، ان شاء الله انه سهل. اوه، سلحفاة، هذه احتاجها طبعا. تعالي تعالي هنا بالله، اضربها يا اخي، طلع الفأس. وينه؟ هذه احتاج ظهرها عشان نصنع فيه، انا اخذ الصدفة قصدي، عشان نصنع حق الموية ذاك، او الووتر كوليكتر، يجمع لنا موية. هذا اللابتوب مفيد، نكسره، يعطينا قطع. اوكي، نرجع عند القبر ذا، ما ادري في شيء ولا لا. كاني قد شفته في صوره القبر هذا. ايش كانت الصوره اللي فيه؟ كانت صوره القارب.
طيب ايش استفيد انا كتوريني صورة قارب؟ هلا والله هذا المكان يبدو لي مناسب، اشوف انه مناسب حسب خبرتي يعني في اللعبة يوم لعبناها الاسبوع او اسبوع قبل شهرين ما ادري كم، اشوف ان كذا مناسب اني احوط من المكان من هنا اقفل كذا بسور لين الجهة الثانية هناك من الجدار، وفوق احط دفاعات او شيء، وهنا اسوي المملكة الخاصة بي، اقدر هنا اسوي دفاعات احط لي بيت ويكون عندي هنا مياه جارية، بيكون منظر جميل يعني صراحة خاصة في الليل. شو الصوت ذي؟ ايش رايكم شباب؟ انا اقول يعني اوكي، بس انتم ما ادري عنكم. خلينا نشرب مويه. شوف عندي هنا مياه جارية على طول، ما احتاج ادور مياه. جوعان انا شوي، احتاج اشوي. خلينا نطلع الكتاب حق البيسك اللي ما طلعناه من يوم بدينا، ونصنع لنا فاير. اوكي عشان نصنع فاير قول لي جيب ستيكس، عندي واجد، وجيب اوراق شجر عندي برضه. نايس، الحين نقدر نولعها وبنشوي السحلية ذي اللي معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كويب ركب يا مدير، شوي بالله. سريع سريع على الفحم. اوكي خلينا نجمع انا اللحوم هنا. نايس، جاهز الاكل. عطني بالله. نعم نعم نعم، لذيذ والله، احس اني جوعان كذا شوي. اوكي المكان ايش رايكم؟ بيرفكت. بنحتاج نكسر اشجار، الله يعين بنكسر الاشجار هذه. خلينا نشوف الاعدادات اذا الاشجار ري جروينج ولا لا، ترجع ولا لا. يب الاشجار تنمو من جديد حتى لو كسرناها، فشيء كويس. ايش ابي فيه ذا؟ وخر بس. اوكي حان وقت تكسير الاشجار. اوف اخيرا يا رجل، لعب الحاله صدق. كسرت اشجار كثير، وان شاء الله ان الوضع يكفي يعني تكفي ان نسوي سور او شيء، بس المشكله الحين ما اعرف الحدود من وين. يعني لا اعرف، بس ما ادري هل اكبرها الحين ولا اخليها صغيره حاليا ولا ايش. ممكن من هناك من اليسار، خلنا نحط من هنا من عند الجدار ذا او من عند الجبل هذا، روح سيده كذا لين عند الصخره دي، يعني الف كذا بعدين اروح ارجع هناك لين عند الاشجار اللي هناك وارجع، يكون عندنا البحيره وهنا نحط البيت. ولا ايش رايكم؟ ولا نحط ساحه اكبر؟ يمكن نحط ساحه اكبر. المهم خلنا نبدا نحط الجدار. الله ياخذك يا كلب، اقسم بالله وقف شعري يا عيال، خرشني الكلب. حنا في الصباح يعني تخرشني، ايش تبي؟ والله لا اخذ المكان ذا، ما تاخذون علي. وخر يلا. نعم خلك كذا في جهه واحده، شوف كيف حوطونك. بس اثنين انتو، تعال ابلع ابلع. اوكي اوكي دمشكم عالي، دمشكم عالي صح. تعال يا حيوان، وخر تلك مره واحده مع السحليه ذي. اح أو اوكي 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 ابلع. بس لازم تسوي بلوك يعني عشان ما يضربونك. بسم الله لا اله الا الله، برق. شفت كيف يجي برق كذا وانا انتف كنتفة قاضيه. عطني اسنانك بس تفيدنا بعدين. ناخذ جلد السحليه لانه مفيد برضه، ناخذ السحليه بكبره يا رجال. وين راح اخوك؟ قمط العافيه ذاك، يدرون يدرون. انشر خبر بالله، زيع علمهم اني جيت، رجعت من جديد. اوكي نكمل شغلنا، نفتح البيلدينج ونشوف الدفاعات. انا بحط ديفنسيف وول عشان ما يتسلقون كذا. وين راحت؟ اي هذه ديفنسيف وول. بسم الله نحط لين هنا. بسم الله يلا يا ربع، عندنا مهمه شاقه. يا ليل الليل يا ليل الليل، واحد ما يعرف يشتغل. جبت الفزعه يعني ولا ايش؟ تعال تعال يا ورع، والله معك فزعه والله. في واحد وراي بعد، وين؟ اوكي 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 اوكي، ما واحد ما يعرف يشتغل يسوي بيت، والواحد ما يعرف ينجو، ما يعرف ينجو بشكل كذا. اوكي يا ليلي. اح اوتش، تسحيب؟ انا ما عندي تسحيب. لا لا يدك يا كلب، ما خليتنا نعدم ذي. انا اوريك والله، يسحبون المبزرة. اوكي وش تضرب الشجرة مضيع يا الحبيب من الصفقة اللي جاتك في وجهك؟ استريح بس بالله شوي هنا، الحين اعدام ما في. اوه شت. اوكي ايش فيك ضربت اخوك؟ غبي انت، اخوان انتم، اخوان لحد فشلنا بالله. اح شت، هذه بتقوم خلنا نقتلها احسن، حتى ذا بيقوم. جا 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 يقرع، وين راح؟ شو يقرع شكله؟ طلع فوق الشجرة. تعال لا يا ليل الليل يا ليل الليل يا ابوي. انحش بس انحش انحش، والله اول مرة تصير الشاشة كذا. حاتني بالله بالحبوب اللي هنا. اوكي خلنا نعد الوضع شوي. تعال تعال، والله ايش فيك يا سبايدر مان؟
عندنا هيفي رين يا كلب، ما تشوف الامطار غزيره يا الربع. اقوي ليه اقوي ليه ليه اقوي ليه؟ وين هذا داخل معي في المويه؟ وين راح لوث المويه حقتي؟ كويس انا هيلت شوي. لازم دروع، تعال وراي شغل كثير اخلص. موت ابلع بس. وين الثاني؟ ما انت ذا ولا ايش؟ اوكي فوف بقى واحد ظاهر بس ما ادري وين راح. خلنا نكمل متى ما جاء الله يحييه. انا عرفت فهم معه. اخر حبة اللي تحبه خلصنا اتوقع الجدار من الجهة ذي. بس المشكلة جاء الليل وباقي انا ما بنيت لي بيت. بقى بس عندي كم خشبة هنا ان شاء الله انها تكفي على الاقل كوخ صغير هنا حطه بس في الزاوية ذي. خلنا نحط سمول كابن هذا ولا نبني لنا خيمة عادية صح؟ عندنا هذا الشلتر مؤقت حطه بالله حق ليلة واحدة بس. ليلة يبغى لي ستكس. نايس نقدر ننام الحين. باقي شوي وننام. اوكي ليلة مظلم حالك جدا. اتمنى انكم تشوفوني يا الربع. علموني اذا تشوفون والوضوح هذا كويس عشان اصير احافظ عليه. انا خلني انام الحين هنا شوي لين يجي الصباح. يا صباح الخير. مع ان الصبح حقكم مظلم شوي والامطار غرقتنا بس الوضع يبدو لي افضل من امس. خلني اشرب لي مويه. هذه افضل ميزه عندنا في المكان ذا ان عندنا مويه جاهزه. انا قد شربت من هذه ولا لا؟ ايوه. يا اخي المطر غزير جدا صوتها مزعج. بنحتاج ناكل شوي. عندنا النار حقتنا حطيناها في مكان ما هنا. ايوه نايس. خلينا نحط لنا اللحوم هذه. اوكي الكحول هذا ما اقدر اخذه بس اقدر اصنع هنا اللي هي الملتوف هذه مره مفيده. عطنا واحده بالله واخر ذي. هذه مفيده اذا جاك مجموعه كانيبولز يمديك تنتفهم فيها. ويلهم حقي. نايس اوكي اكلنا شوي. خلينا نكمل مهمه نكسر اشجار الجهه ذي ونكمل الجدار حقنا. اوه نسينا نحرق الجثث هذه. اوه تذكرت شيء. انا اقول نحتاج جلد ارنب مدري ايش. ما يحتاج. هذه الكلوث اللي نبغاها اللي هي الراجز. عطني الدرع. نايس شوف هذا هو الدرع. الحين صار عندنا واحد. هذا كم باقي لها؟ هو 6 عظمات. اوكي ما عندي 6 عظمات بس اقدر احرق هذه. في برضو قلتوا لي حط الفاس هذا وحط معه ذي كومباين يوز. الحين اقدر اولعه واضرب هذولا احرق جثثهم. معلومات مفيده يا الربع يعني ما نستغني والله. اوكي خلينا نكسر الاشجار ونكمل. الله ياخذك انت وياه يا كلب. ايش فيه ايش فيه ايش فيه؟ تبي لحق اخوانك؟ تبي تعطيني عظام يعني؟ يلا كويس تعال. اوكي اذا خلصت علمني عشان انا ابدا اضرب. اوكي مو كذا تخليني اقعد اتوقع توقعات. شت يا اخي لا حد يجيني واحد واحد. خلينا نقتل الاول. اوكي موت خلص. كسرت الجدار حقي مو مشكلة. بنحط بعدين سبايكس برا. يا اخي ما خلوا الواحد يعرف يشتغل. وين رحت؟ خلنا ناخذ عظام اخوانه. افا فل شيل لي فل يا حبيبي. اوكي صنعنا شوية دروع. خلنا نكمل شغلنا. حتى طاب جائر هذا يا رجل. قد سويت حلقة تخيلوا كاملة كذا بس اكسر اخشاب يعني فما عليها حسافة السلسلة اللي بدينا فيها. الحين ان شاء الله بنكون اسرع. بنبني اشياء كذا كويسة. وين المدافع حقتي؟ اوكي هذه. شو الاصوات ذي فكونا بالله. حط هنا وننطلق لين يفرجها ربي. ممكن لين هنا. الله ياخذك. ارنب ذا صح؟ مام في احد هنا يا الربع. الله لا يوفق ابليس. يا ليل ذولا بيتهم قريب ولا ايش؟ خلاص وخر تمت السيطرة. اوكي يلا 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 ابلع ابلع. اوكي نعم ايش فيك قد طالع؟ لا تعلم احد. تعال تعال بالله تعال 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 ابلع بس. صدق صدقت. اوه طاحت الستمن حقتي. اوكي احسب هذه الضربه كانت بتعطيها. اوكي اذا خلصت علمني. يا شيك ترى اساس محترف. وخر ابلع بس. يلا لا حد يجي حارتي هنا مره ثانيه. موت. اوكي طبعا هذا نوع من انواعهم. في نوع اقوى منهم يجون كذا ملونين اجسامهم يعني فيهم ثقل شوي مو زي ذولا. ذولا سبايك. اوكي انا الدم عندي بدا يزيد. ودي اسوي بوابه بس ما ادري وين. هنا ولا هناك؟ خلنا نسوي هنا بوابه. اضغط حرف الار. اوكي كذا صار عندنا بوابه بس يبغى نضبطها ولا نحطها في النص البوابه يا الربع. مشكله بنيت هذه الجهه. خلاص هنا بوابه كويسه. ليكون خلصت الاشجار يا رجل. اوكي نايس حطينا الباب هنا. ما
بس المشكلة مشكلتنا في الحجر ذا، مع إنه ما أدري، ما أتوقع إنها مشكلة كبيرة، ويبغالي أصنع هذيك اللي أو ما أدري أصنعها ولا ألقاها اللي تصلح البيوت والأشياء. طبعا يبغالي أحط سبايكس برا الله يعين، وخلنا نحط لنا بيت الحين، بيت كذا أسطوري. بسوي حركة ما أدري، أخاف أسوي حركة يصير ينزلون لي من فوق، حتى فوق يبغالي أقفل. تصدقون خلنا نقفل فوق. أوكي خلصنا الجدران تقريبا دفاعية، باقي البيت زي ما قلت لكم. بنزل تحت، أوتش أوكي ما تأثرنا. بنزل تحت وبنسوي بيت هنا فوق هذه، فوق المياه هذه إن شاء الله. بيت كذا كويس، أتمنى يعني إنه يكون كويس، يكون زي ما هو في البال. نقدر نصنع هذا الكابن اللي صنعناه في المرة اللي راحت، ونقدر نشكل. فايش رأيكم؟ هي الخطة حقتي. ليكم ما يجي فوق الموية ذا، كمان من ما يجي والله يا الربع قلب الهالة. طيب هنا ما يجي. طيب خلنا نحط نشوف فاونديشن تجي هنا. لو مثلا قلت بحط بيتي من المنطقة هذه. اوكي كم يبغى؟ 79 خشب. كمان من والله بتعب عيال في الحلقة هذه عشانكم، عشان ان شاء الله انه يكون في شيء كويس. فعموما خلنا نسوي نجيب الاخشاب دي نكسرها ونجي. الحمد لله السلامة، خلصنا البيت، خلصنا الفاونديشن الاساسية. بس باقي الحين بنحط سلم كذا ولا درج، ونحط البيت فوق. طبعا اتمنى اني اقدر اشرب موية. اي حلو اقدر اشرب موية، لاني عطشان وجوعان برضه. باكل ذا ني ولا شكل عفن. طيب عطني بالله شكلاطة لان الوضع مزري شوي. يعطيكم العافية. اوه ابو كشافة، ابو كشافة يا عيال، الزبدة ذا قوي. يا ليل يا ليل. وخر وخر وخر، قفل قفل الباب، قفل الباب، قفل الباب، تكفى. اوكي ما حطيت لي بيت باقي. كشافة ذا قوي، خلني البس دروعي. عطني ذولا بعد حقة الليزرد. اوكي كم عندكم انتو؟ خمسة؟ لا قهر. اوه اقدر اصنع، صح نسيت اقدر اصنع. تعال 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 الكلب هذا القوي، حط هو كذا صح ينصنع. بس حط لي اسنان، بالله الاسنان تخليه اسرع واقوى او شيء زي كذا، لان اقوى من الفأس اللي معي. الفأس معي اسرع. اوه ملتوف ملتوف ملتوف. اوكي تعال تعال تعال. اين انت؟ وين راح؟ طبعا ما راح اخليه بحاله يعني، على فكره لازم كذا يجون يتحرشون فيك، لازم تثبت نفسك من اول مره، توريهم من انت، لان اذا اعطيتهم فرصه بيقعد يلعبون ويفلونها، يقعد يخوفونك في الليل وفي النهار بعد يجونك. لكن انت لازم تثبت ان انت المسيطر هنا. اوكي 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 انت اقوى واحد، ادري انك اقوى واحد، وانا اعتذر من حضرتك يا الحبيب. الله يقلعهم، قاعد تكسرون بيتي ولد. اوكي تفضل تفضل. كنا طلع من فوق. اوف واحد معك الشافة. لا تكسر لا تكسر لا تكسر. طيب اوكي اوكي وش سوي؟ ثيرستي اند ايش؟ كلير فايند كلير ووتر. من اللي كسر؟ الله ياخذهم، دخلوا بيتي. وذا منهم بعد. الله اوكي اوكي جايز جايز اوكي ضربوا بينكم. نايس هلا والله. طقه طقه، شوف جابيكم جابي قصدي منطقتكم. يا الله ياخذ هذا الزبد، هذا قوي ما ابغى يضربني ضربه واحده. نايس خلهم يتهاوشون بينهم. اوكي القائد اهم شيء يبعد عنه. اوكي انا وين مالتوف حقي؟ يا ليل الليل. أربعة صح؟ لا لا اثنين اثنين. اوكي اي تهاوشوا تهاوشوا، وانا خلني استغل الفرصة كسر الدروع حقتي. الله ياخذهم، ابلع انت وياهم، ابلع ابلع. اوكي كسر الدروع، الحين الوضع خطير جدا. اوكي لا احد يموت، تكفى لا تموت. خليهم يضربون هنا، شكلي بسوي بلوك يا عيال. اوكي يا رب يا رب اضرب واخلص علي، ليكون يكسر العصا حقي. يا ليل والله اقوي الزبدة ذولا يا عيال. طقة طقة تكسروا بيتي، الله ياخذكم. اوكي واحد مات ولا يتهيالي. اوكي حدهم هنا. نايس ابلع موت. وين راح ذاك؟ في واحد هنا دخل، وين راح؟ من ذا بعدي صايح. يا ليل الليل وين مولوتوف؟ لا يتشنب. اوكي الحمد لله ان الليله قمره عشان تشوفون يا الربع. وخر ذا شبي فيه. يا ليل الليل، شو الاصوات ذي؟ نسيت الصوت ذا، وشو هذا اللي يصيح ظهري ينادي اخويا صح؟ اوكي والله الاقلب امها مجزره هنا. تعال وينه؟ هلو تشوفون شيء يا الربع؟
Anybody here? Excuse me. مضيع تدور شيء ساعدك. الله لا يوفق ابليسك يا كلب. والله شكلي بنحش يا الربع. شكلي بنحش. بنحش بس. انا ما ادري وش الصوت ذا نسيت. ما ادري هو كانيبلز ولا الام ولا الاب. كفل بس. شوف الكشافه ذيك ما ادري وش هي. هذا مات صح اللي هنا. عندهم عصا الظاهر حط لي عصا قويه حقتهم ذيك صح؟ وينها؟ هذه؟ كلب. اي هذه اقوى شيء. مو اقوى شيء يعني اقوى من اللي معي. اوكي خلنا نحرقهم. كومباين بالله. محتاج دروع كسر دروع شوف دمي كيف عطني ميدز بالله. اوفا ما عندي ميدز. اكلتها انا كانت هنا محطينها كزر مختصر وقاعد اكلها وانا ما ابغى اكلها. يلا والله ذول ثلاثة ولا كم؟ اوه قتلتهم كلهم هنا. شوف كلب ثاني. اوه العبوا معانا يا شيخ. شكلي بحط لي خيمة كذا انام فيها واضبط اموري وبعدين اكمل البيت لان مرة تعبت الصراحة. الخشب مرة يستهلك ويطلب كثير. كيف يا الربع مستمتعين في اللعبة؟ بحط تصويت هنا سووا تصويت علموني اذا تبوني اكمل وكذا. انا بكمل ان شاء الله بس اتمنى انكم يعني تكملون معي. يا ليل هذا واحد فوق يكسر انا ما حطيت سبايكس باقي. خليني اخذ دروعهم اول. كسروا لحيك يا كلب ايش سويت؟ من اللي قاعد يكسر؟ شوف هناك يا ليل. عطني الكلب حقهم. دمي ناقص يا حبيبي دمي ناقص ارجع 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 ارجع. ايوه كفو الدروع. قصدي العظام هذه تصنعي الدروع يعني. اوكي اذا اكلت الظاهر انه يرفع الهيلث. هيلثي نازل مره. ذول المبزره قاعد يخربون بيتي. انا لازم اتحرك الان واتصرف. ما ادري عنه باقي موجود ذاك ولا راح. اوه صح عندي شنط هنا نايس. افتح بالله خلنا نشوف ايش تعطوني. ميدز يعطيكم العافيه والله شكرا. اي شيخ والله موقعي حلو يا شباب. فيه مويه وفيه شنط وفيه اشجار. يعني هذه بترسبن الظاهر الشنط كل فتره وفتره. ميدز برضه نايس. عشان ما اتوهق ملابس دي ما ابغاها شكرا. من اللي كان يكسر بيتي هنا قبل شوي؟ ما اقدر ادخل كويس. يبغالي احط سبايكس ورا عشان ما يقربون من الجدران هذه. بس انها بتكلفني كثير يا رجل. اوكي والله كانت ليله شايعه. اوكي والله كانت ليله مشوقه ومليئه بالاكشن مع المبزره ذول. فوه. هذا البلاتفورم ان شاء الله انه يفيدنا في بيت كذا كشخه. بنحط ابراج مراقبه في الزوايا عشان اذا جو زي الورع اللي قبل شوي يكسر او زي اللي هنا هجموا علينا اقدر اطلع من البرج وانتفهم. تذكرون البرج اللي سويناه؟ بنسوي احسن منه ان شاء الله. برج كذا عنده عده قتال وكل شيء. مولوتوف مو سي فور المتفجرات هذيك ومولوتوف اسهم مقلاع. نضبط امورنا عشان ما حد يقرب من البيت. بعدين بننزل الكهوف عشان ناخذ الفاس هذاك الاسود. اي والله وناخذ السيف الكتانا هذاك القوي السريع. اوكي ان شاء الله الحلقه الجايه بنزل كهوف. لازم انزل كهف هذاك اللي كنا فيه مع اني ما ادري وينه بس اتذكر وين انا ساكن. بس بحاول اني اعرف الطريق واروح الكهف هذاك ان شاء الله وننزل الكهف وناخذ الكتانا ونضبط امورنا. بس طبعا لازم ناخذ عظام واشياء. فالحلقه الجايه ان شاء الله راح نكمل بيت. علموني رايكم تحت في التعليقات ايش رايكم في اللعبه نكملها. انا بكملها ان شاء الله بس اتمنى اني اكملها معكم. اتمنى عجبكم الفيديو يا شباب. لا تنسوا اللايك والاشتراك وانشروا المقطع اخوياكم. كان معكم احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.